الفكرة يلي عم تسيطر عليك بهالأيام؟ والله لكون صريح معك، يعني هي الفكرة يلي بظن أغلب الشباب اللي من جيلي عم يفكروا فيها هي السفر. الغلا بشكل عام، يعني كل يوم الثاني الأسعار عم تتراوح، يعني ما في شيء ثابت، أسبوع عن أسبوع عم ترتفع الأسعار، بس ما في شيء ثاني شاغل فكرنا حاليا. الشهادة الثانوية، الزواج مشكلة كثير كبيرة. بدي هج، بدي استقر، بدي ارتاح، هاي الفكرة بس والله يلي ببالي حاليا. هلا هو إذا بتجي لجد كلياتنا الغلا اللي احنا عايشين فيه، هذا أكثر شيء، يعني إذا سيارة واحنا نقدر ناخذ هذيك الحسبة بتكلف، وإذا بتنزي على السوق أسعار نار وكوي، يعني بتنزي معك 100,000 بترجعي بلاها. سفر يعني أهم شيء، والغلا والله شغل. إي حتى كمان الفكرة يتجوز ما بدي يتجوز. هلا أنا خلص دراستي بالجامعة، وأنه بشوف شو بقدر أشتغل أو أطور من حالي. يعني أكيد هاي الأزمة اللي نحن فيها، الكهرباء، المي، الأسعار، الوضع اللي نحن فيه، هاي الشيء كأم طبعا. يعني إذا قلنا لي غلاء المعيشة والظروف السيئة للحياة، مقنع هذا الحكي ولا مو مقنع؟ والله شغل جديد عم فكر أنا أشتغله، وأبني مستقبلي بنفسي، يعني أعتمد على حالي. يعني الفكرة حاليا أنه أسس عائلتي، أنه أطلع سياحة مثلا، أطلع البحر، ممكن أخلص حالي من التفكير ومن الشغل ومن يعني هيك أريد يكون كل شيء ماشي طبيعي. يعني معي بصراحة خوف من المستقبل، كنا ما نفكر بالمستقبل. هلأ بتفكري أنه أولادنا شو بده يصير فيهم؟ يعني نحن لوين رايحين؟ يعني خصوصي يعني مع غلا كل شيء.